بداية لكم مشاهدينا الكرام من النيل قناة مصر الإخبارية، وهذه نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شهد الرئيس حسني مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوية، هي الدفعة 37، دفعة الفريق محمد سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميدانية في حرب أكتوبر. تضمن الحفل عروضا عسكرية وفنية لطلاب الكلية الذين قاموا بتنفيذ عدد من العروض والتدريبات العلمية التي تبين الأداء الراقي والمستوى العالي المتميز الذي وصلوا إليه.